السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة دوبلكس مميزة في موقع مميز على بعد خطوات من البحر والشارع العمومي والخدمات العامة داخل القرية. شفنا بعض وجهة العمارة، موجود عندنا هنا ده المدخل، وقصادنا هنا موجود عندي اسانسير وحارس خاص العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. الدوبلكس بتاعنا اللي فيه العرض، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجة بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عند تقسيم قطعتين ومتشطب كويس جدا، تشطيب جبسون بوردو وديكورات عندي فوق ممتازة. وصعدنا على طول هنا موجودة عندي مطبخ أمريكاني، والمطبخ عندنا هنا من الداخل. وقصادنا منه موجود عندي القطعة التانية من الريسبشن، موجود فيها السلم الداخلي اللي بيطلعنا على الروف، والمستوى التاني اللي بيدخلنا على غرف النوم. وعندي هنا على شمالنا موجود عدد الكهرباء الخاص بالوحدة بتاعتنا. وقصادنا هنا موجود عندي حمام الضيوف. بنطلع من وسط مع بعض عندي على البلكونة ونشوف رؤية الشارع. تراس رائع وممتاز جدا ما شاء الله، البلكونة عندي كبيرة والموقع مميز بجوار الشارع العمومي، يصلح للسكن الدائم طول العام. اطلالة ممتازة عندي هنا على الشارع، عرضه 12 متر. بنطلع نبص مع بعض عندي هنا على المستوى التاني، بيدخلني على غرف النوم. على يمين هنا موجود عندي أول غرفة نوم، بعد منها مباشرة موجود عندي هنا الغرفة التانية، مساحتها أكبر شوية من الغرفة الأولى، بتشيل معايا غرفة نوم كاملة. الغرفة دي عندي هنا ماستر روم، غرفة بحمام خاص بيها. بنطلع نبص مع بعض عندي عن طريق السلم الداخلي، بيطلعنا للروف، سلم داخلي رخام ومريح جدا في الطلوع. ما شاء الله عندي هنا الروف، موجود فيه مطبخ وكنب وشواية من الطوب الفرعوني. ده المستوى التاني، نفس الديزاين ونفس التقسيم بالظبط بتاع الشقة تحت.
نفسي يطلع لي بالشارع برضو. ممتاز، جميل جدا جدا، ما شاء الله. بكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سرعة، قناة في اسكندرية، شاطئ النخيل، شقة دوبلكس في موقع مميز جدا على بعد خطوات من البحر والشارع العمومي والسوق التجاري، تصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. عرضنا في الطابق الخامس بالروف، مسجلة، موجودة عندي أسانسير وحارس خاص العقار، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر تعاونية للبناء والسكان والتعمير، وكاملة العدادات كهرباء ومية، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية 260 متر، عبارة عن 130 متر لكل طابق. السعر 620,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل. في سوق العقارات شعارنا دايما المصداقية، وهي القاعدة الأساسية في العمل، والحاجة اللي عايزين نقدمها للناس هي الإحساس بالفرح. متوفر لدينا بيع وشراء واستبدال ومشاركات وبيع لحساب الغير، شقق، شاليهات، شقق دوبليكس، فيلل، أراضي، وحدات متميزة للبيع بسعر الكاش أو التقسيط المريح حتى 30 شهر، تسهيلات في الدفع بدون أي فوائد، والاستلام فوري وقت التعاقد، مساحات متنوعة، مداخل فندقية، تشطيب هاي لوكس، خطوات من البحر، استثمار وتسويق وتطوير عقاري وإنشاء وإدارة المشروعات في اسكندرية، العجمي، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. جميع الوحدات مرخصة ومسجلة بعقود ملكية في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة. للتواصل معنا هتظهر أرقام